صح؟ عندنا بنزيما. لا معلش انا كذا اقول لك، انا كذا اقول لك انت ما انت باتحادي. طيب انا نصراوي. مثل رونالدينو هذا لاعب صراحه، بس رونالدينو معتزل يا طويل العمر. معتزل؟ ايه بالعكس، بس انه يحتاج تقدر تقول لاعب عنيف. انت جرينتا؟ ايوه عنيف، عنيف يميل على العنف يعني، مو جرينتا يميل على العنف. الله يكفينا شر العنف. اي امين يا رب. طيب وش رد عليه؟ طيب خلطوا. طيب تاليسكا خلطهم، قلت تاليسكا خلطكم. تاليسكا خلطكم. اي كفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عاصم رميح من برنامج أسست. أعتقد الفقرة اليوم واضحة، فقرة خذوهات باصات مع الجمهور الرياضي. سؤال الحلقة اليوم، وش يحتاج فريقك من صفقات؟ اليوم وهذه الفترة نسمع أخبار مفاوضات أنديتنا مع صفقات عالمية ولاعبين عالميين، فبوجهة نظرك وش يحتاج فريقك؟ وقبل لا نبدأ حابين نشكر راعي هذه الفقرة وهو جست كافي، وهو من أشهر الكافيهات على مستوى منطقة القصيم، فكل الشكر لهذا الراعي الجميل. وقبل لا نبدأ أيضا انزل اشترك الله يرضى عليك وفعل الجرس ليصلك كل جديدنا، وأيضا زر اللايك. وبسم الله ويلا نبدأ الحلقة. السلام عليكم. والسلام، حياك الله. الاسم الكريم؟ عبد الرحمن عبيد الله الحربي. ونعم وشبعين. نعم ميولك الرياضية؟ ميول النصر طال عمرك. ونعم بجمهور العالم يا الشمس. لا انت، لا انت حبيبي. السؤال اليوم اللي يقول، من الصفقات اللي تتمناها لنادي النصر؟ النصر جاب كريستيانو والان مقبل على صفقات، من تتمنى لنادي النصر الصفقة الرابحة اللي هي؟ يعني اي صفقة رابحة، مثل يعني قصدك مثل لاعب يجيبون كذا. ايه؟ مثل رونالدينو هذا لاعب صراحة، بس رونالدينو معتزل يا طويل العمر. معتزل؟ ايه. قصدك مشبع على لاعب ثاني؟ ايه مثل كنجا كافينجا. طيب تبي كافينجا؟ طيب وغيره؟ غيره طال عمرك ابو تريكا. ابو تريكا ذا مغني. ابو تريكا ابو تريكا مغني صح؟ الظهير الايمن. طيب شو اسمه؟ محمد عبده. محمد عبد. لا انت لا تصوير. تعال 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 وراك رحت. طيب محمد عبده غيره؟ محمد عبده هو شو اسمه؟ انت ليش تطلع معنا وانت ما تعرف كورة؟ انا كنت بطلع بشارك معكم. ما قصرت، يعطيك الف عافية. تبغى تسوي مسابقة معنا؟ ابد. اي شيء تفضل. ان شاء الله انك فايز معنا باذن الله. طيب جاهز السؤال؟ طيب جاهز السؤال؟ اي تفضل. شوف انا ماني بسألك بالكورة لانك يعني احسك بالكورة ما ايش تبي اسألك عن اي سؤال؟ عن طال عمرك مثل مزاين البل. اي مزاين البل. مزاين البل. طيب من فاز بجائزة مزاين البل عام 2011؟ عليان الطهيمي رحمه الله. نعم. دقيقة، هذا يفهم بالمزاين. نعم. الجواب صحيح؟ نعم عليان الطهيمي فاز بالمية. ما شاء الله. الله نخبة النخبة. ما شاء الله ما شاء الله. كفو. الجواب صحيح. أبو من؟ أبو من؟ أبو عبيد الله. ونعم أبو عبيد الله، فزت معنا بجائزة. لازم أنا أعطيك جائزة. والله ما من شاور طال عمرك ما عطى. بكره عشاك علي. والله كفو لومك غانمه، لكن انت بكره ان شاء الله بالقناه ان شاء الله. والله لومك كلها غانمه. والله بكره تجي الرياض انت؟ لا والله ما اجي، قليل اجي. ان جيت للرياض حياك الله. اجل الله كفو علومك كلها غانمه. بس ان ما نقدر نخالف سياسات القناه ابدا، لان الاسئله رياضيه. الله يسعدك حبيبي، شكرا لك، ما قصرت. الله يسعدك. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. الاخ مصري؟ مصري. بتشجع ايه؟ الزمالك. لا بس الاهلي كبير مصر وكبير افريقيا. لا 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 مش صحيح، مش صحيح. لا لا التاريخ والبطولات والارقام قاعده تقول كده. لا 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 الفرسان البيض طبعا، وايت نايتس بس. والله. طيب وانت يا الغالي ميولك؟ انا اهلاوي. طيب الاسم الكريم؟ لا المصري. الاسم الكريم؟ لا المصري. انا محمد عوض. محمد عوض. ميولك الرياضيه؟ الاهلي المصري. لا ابغى ميول السعوديه. طيب اوكي. اتحادي. اتحادي. طيب ومصر اهلاوي؟ ايه ضد عكسه تماما. تعال 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 بالكيل. هلالي؟ ايه. قل انا هلالي. انا هلالي. من انت من لاعبين هلال؟ سالم الدوسري. سالم الدوسري. كفو يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا. معليش هذا كان فاصل مع الشاب الجميل. طيب من الصفقات اللي تتمناها النادي الاتحاد؟ صفقات اتمنى نادي الاتحاد كانت بنزيما وخلاص حققناها. لا بس انت كاتحادي مشجع اتحادي الطموح ما يوقف صح؟ عندنا بنزيما. لا معليش انا كذا اقول لك انت ما انت باتحادي.
طيب انا نصراوي. متلون ده، الله يستر. طيب روح الكفر. لا 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 خلاص خلاص، تعال تعال تعال. طيب غير بنزيما تتمنى صدق مين؟ نادي الاتحاد. والله ما نتمنى، احنا مكتملين صراحه. مكتملين؟ اي والله مكتملين. انقلوا عن نسيت اسمك؟ محمد. انقلوا عن محمد اللي يعمل في اي كافي؟ خلنا نسوق للكافي حقه. خلنا نسوق كافي خاص. ها؟ كافي خاص؟ البلدية طلبتني. طيب كافي خاص يقول انقلوا عنه، يقول انا ايوه ما اتمنى اي لاعب بعد بنزيما. احنا مكتفين. طيب ممتاز خلاص، خليك على جنب، خليك على جنب الحين بس، خليك على جنب. حياك الله حبيبي. الله يحييك. زملكاوي. زملكاوي. طيب من هو اسطورة الكرة العربية؟ وجهة نظرك. يمكن ابو تريكة مع انه اهلاوي. لا لا لا، محمد صلاح حرام عليك، يلعب في ليفربول وروما وفيورنتينا. كتاريخ ولا كالحين؟ لا كلاعب شرف الكرة العربية. شرف الكرة العربية محمد صلاح لانه احضر. نظر الكاميرا عشان يمكن ابو مكة بيشاهدك بيزعل ترى. لا والله مو قصدي، بس انا احب عشان ابو تريكة عشانه خلوق يعني. بالضبط. بس ابو تريكة مع بس ابو تريكة اهلاوي وانت زملكاوي. ايوه بس برضو ما يمنع، ما يمنع. طيب من هو اسطورة الزمالك؟ اسطورة عمرو زكي. زكي بس ذا قديم، احنا نتكلم عن الجديدين. الجديدين يمشي كباله. طيب يمشي كباله. طيب اختاروا رقم، اتفقوا على رقم من 51. 10. يلا 10. جاهزين للسؤال؟ ترى الحين عاد ما في. طيب من حقق الدوري الايطالي عام 2010 2011؟ تبون خيارات؟ ايه. اس ميلان، انتر ميلان، يوفنتوس. عام 2011 2010 2010 في ميلان. اس ميلان. متاكد؟ ايه متاكد. يعني وانت هو يقول لي ميلان. أيوة انا اقول انتر ميلان. انتر ميلان. اتثق بهذا؟ من هذا؟ اخوي ذا. اخوك؟ إيه. تثق فيه؟ اي مره بحياتي. والله ان اخوك مع الاسف صادم جدار. صدق والله بخاطر عليك. ما خسرك. ما فيش. انت ايش قلت؟ ميلان. متاكد؟ هو اللي فاز. والله وقتها هو كان يعني يعتبر هو اللي كان مسيطر. مبروك يا باشا، مبروك. فاز اس ميلان. فزت معانا بجائزه من كافي جاست، كافي مشهور على مستوى منطقه القصيم. طلب مجاني لاي طلب تطلبه. روح الكافي ومزج يا باشا، اطلب اي طلب تبيه. بس مداخله بتصور معاه مع الجائزه. يلا يلا ها. صور. يلا 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 يلا. صورة يلا. يلا صورة جماعية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ أسامة. ونعم يا أسامة. ميولك الرياضية؟ نصراوي. كفو يا أخي، ليش يقولون النصراوي قادح؟ لأنه نصراوي. صحيح؟ لأنه نصراوي. الله الله. من الاسم. الله الله. يا سلام. طيب جاهز السؤال اليوم؟ جاهز. هذا يستفزك يسوي كذا، إيش معناه؟ ما أدري، هلالي. طيب وش رد عليه طيب؟ خلطوا. طيب تلسكا خلطهم. قلت تلسكا خلطكم. تلسكا خلطكم. اي كفو. اي اقدح، النصراوي قادح. ايه ما عندي. طيب طيب جاهز سؤال اليوم؟ اي جاهز. من تتمنى من صفقات النادي الهلال، نادي النصر؟ نمر. الكاميرا وراك، تناظر هنا. هنا الكاميرا. عشان اتمتع بالاجواء. يا سلام على الاجواء بالكاميرا حبيبي. من تتمنى صفقات النادي النصر؟ مودريتش. مودريتش. مودريتش ونيمار مرة واحدة بإذن الله. طيب نيمار ولا مودريتش لو خيرتك؟ والله نيمار. نيمار. ليش اخترت نيمار؟ ما يجيك نيمار وكريستيانو ما يجتمعون. الا يجتمعون صنع لعب. بيتهاوشون ترى. لا مرة صنع لعب. والله الله الله. يعني يصنع الكريستيانو كريستيانو بالراس. الله الله. سلام. طيب اختر رقم من 51. 29. ليش اخترت 29 سالم؟ ليش؟ طيب هو خلط خلط وانت نصراوي، ليش اخترت 29؟ تراه هلالي اتوقع. اختار 29. لا لا والله، لا والله هذا رقم احبه. 29. 29. طيب ابشر. 29 يقول متى انتقل كريم بنزيما الى نادي ريال مدريد؟ تبي اعطيك خيارات؟ اعطني خيارات. 2008 2009 ولا 2010؟ 2008 اتوقع. متاكد؟ لا 9. تاكد؟ تاكد اكيد. خليك واثق، اذا جاوبت جواب خليك واثق. 2008 ولا 2009 ولا 2010؟ خله 8 يلا. لا اختر بسرعه. لا اختر. 2008 ولا 2009 ولا 2010؟ 2008. متاكد؟ راح. انا ترى انا بقول لك كذا متاكد، لازم يكون عندك ثقه. 2008 اكيد. ايه. الجواب مع الاسف خاطئ. 2009 حبيبي. تسعة. طيب اهم شيء، اهم شيء وجه كلمه لجمهور نادي النصر قاعد يشوفك الان في الكاميرا. بالتوفيق ان شاء الله في صفقاتها القويه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. الاسم الكريم؟ زياد الحربي. معك والله ونعم وسبعين نعم. ما عليك. ميولك الرياضية؟ ميولي جميع الأندية بس غالبا هلالية. لا جميع الأندية عن المنتخب. بس المنتخب. طيب نسألك بالمنتخب؟
اسال في المنتخب مو بوقته يعني مو بوقت المنتخب اجل بالانديه خلاص هلال. طيب من الصفقه اللي تتمناها بنادي الهلال؟ ابغى صفقتين اللي اتمناها ولا اللي واقعيا تجي؟ اي اللي واقعيا تمني بس لا تقول لا اتمنى انك ما تقول ميسي لان ميسي خلاص كسر قلوب الهلاليه. اي خلاص كسر قلوبنا وانت خلاص. طيب وزعل غيره ميسي اتوقع يحتاج يا طول العمر السلامه ممكن قندقان يحتاج الهلال. يا سلام ما شاء الله. في احد مغششك؟ لا والله اختيار عظيم. لا حرام عليك نحتاج يا اخي نحتاج. طيب وغير قندقان؟ نحتاج لا اله الا الله الظهير حق فلامينغو ايش اسمه؟ والله ما شاء الله انا ما اعرف والله ما اتوقع البيرتو او كذا اسمه ما شاء الله. يعني بس دول اللاعبين غير الايمن. اي هذا ممكن احتياجه الهلال افضل. وميشيلي قعدونه اهم شيء. تبي مي ليش؟ وكويلار. طيب ليش ميشيل؟ مراوغ الهلال يحتاج مراوغ دائما. وكويلار ليش؟ وكويلار الهلال يحتاج برضو نفس شخصيه كويلار عصبيه بالملعب. يعني قصدك الهلال ناقص رجوله اكثر؟ لا غير هذا استنقاص من اللاعبين. لا بالعكس ابدا بالعكس بس انه يحتاج تقدر تقول لاعب عنيف. انت جرينتا ايوه عنيف عنيف يميل على العنف يعني مو جرينتا يميل على يكفينا شر العنف. اي امين يا رب. ما احنا نحتاج عنف بالرياضة بس يعني اشوى شوي. طيب جاهز السؤال؟ ان شاء الله. طيب اختر رقم من 1 إلى 50. من 1 إلى 50 7. السلام. ليش 7 كريستيانو؟ لا عشان تياغني فيس. اخ ما شاء الله عليك. تبغى خيارات ولا بدون؟ خيارات. ترى الخيارات يمكن الجاي بد ما تفوز بشيء بسيط وبدون خيارات ممكن تفوز بايفون سيارة. لا بدون خيارات خلا اطلق الفكر. احسن لك بخيارات. لا لا خلي بدون خيارات الصعب. بدون خيارات شاهدتوا عليه بدون خيارات حلو دائما. ايه طيب من حقق جائزة افضل حارس في العالم عام 2017؟ ترى اذا في تغشيش ما راح. لا ما عليه بس دقيقة على نظرة كاميرا جمرة ده صح ولا بس غالبا لا شوف خليك صالح هذا كل بلاي والله ترى في وقت باقي 5 ثواني. طيب عندك يا طويل العمر السلامة اللي حقق جائزة شوف انا محتار انا قلت لك قبل شوي بساعد قلت لك خيارات انت 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 قدحت ترى محتار انا اقول لك محتار بحق باريس شو اسمه دوناروما ولا نوير بسرعه دوناروما ولا نوير بسرعه لا نوير معليش الجواب خاطئ حبيبي معليش والله ودي افوزك اسمع الجواب بوفون حبيبي بس لا مو 2017 2017 السؤال انت ما ركز له وصل النهائي ضد ريال مدريد 2017 وخسر النهائي والله أيوة. يلا معلي يعطيك العافيه انا كسبت شرف اني حبيبي الله يسعدك حبيبي. طيب شكرا. كلمه توجهها لنادي الهلال وجماهيره ورئيس النادي. رئيس النادي يقول فهد بن نافل استمر 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 تمام وجبنا مدرب تكفى بسرعه بس خلاص الحين طلعوا رؤساء نادي قادحين. لا لا المفاوضه اهم شيء يكون سامي الجابر. مفاوض سامي الجابر. المفاوض سامي الجابر الرئيس الذهبي فهد بن نافل. سامي الجابر مقدم برامج الحين مو فضيلة. لا عادي يصير مفاوض عادي. هو يحب الهلال عشان الكيان عشان الهلال لازم انه يرجع. الله يعطيك العافية وشكرا لك وما قصرت. السلام عليكم. السلام يا مرحبا. الاسم الكريم؟ مهند الحربي. ونعم يا مهند. ميولك الرياضية يا مهند؟ هلالي طال عمرك. ما شاء الله الهلاليين كثيرين ما شاء الله بس وضع ناديكم يا اخي محزن للأسف. والله شوف النادي طال عمرك زي ما تقول من الإدارة كان تركيزه طال عمرك على لاعب واحد فعقب ما راح اللاعب ذا ضاعت ضاعت. طيب بما ان ميسي ضاع من تتمنى صفقتين تتمناها لنادي الهلال؟ اي صفقتين تتمناها؟ نيمار. بس نيمار لا جات على سالم ما راح يلعب لانه نفس المركز اللي يلعب فيه سالم يلعب فيه نيمار عادي يروح سالم للنصر ويجي نيمار. سالم تقدر تحط يمين تقدر تحط صانع لعب عادي. لا لا لا, لا, لا سالم يلعب نفس مركز نيمار. لا تصير اخبر من الناس الخبيره. انا خبير يا اخي انا مدرب. صح انا ما اقول لك شيء لكن انا اعطيك معلومات ممكن انت جاهل عنها. طيب ممكن ما نقول شيء الكوره ما فيها صح ولا غلط. طيب وغير نيمار؟ سون. سون الكوري. الله الله الكوري ليش؟ طيب بنفس مركز نيمار وسالم. لا نيمار. طيب الهلال يحتاج مهاجم ليش ما تختار مهاجم؟ مهاجم زي ما قلت لك سون راس حربه. طيب تبي تستخدم راس حربه انا. ايه طيب جاهز للمسابقه؟ جاهز. اختر رقم من 51. 7. يا اخي 7 قبل شوي اختاروه. اجل خلاص بغير. اختاروا 2. 10. ليش اخترت 10؟ نيمار. طيب انتهي بنيمار. طيب تبغى خيارات للسؤال ولا لا؟ اطرح خيارات. طيب من حقق الدوري الايطالي عام 2010-2011؟ الخيارات اي سي ميلان، يوفنتوس، انتر ميلان. 2010-2011. في وقت ترى. اصبر اطرح شوي وقت. خمسة أربعة ثلاثة انتر ميلان. جواب نهائي؟ جواب نهائي.
للأسف الجواب خاطئ، السي ميلان يا حبيبي. يعطيك ألف عافية. كلمة توجهها لجمهور نادي الهلال. أصبروا تلقون الخير بإذن الله، أن ما صار شيء بصيفية ذي الشتوية بإذن الله. أكيد أكيد. يعطيك ألف عافية. نصل هنا أعزائي إلى نهاية حلقة اليوم. برأيك عاد أنت وش رأيك بأجوبة الجمهور؟ وعطنا رأيك يا عزيزي أيضاً، وش يحتاج فريقك؟ اكتب لنا تحت في التعليقات. ويعطيكم ألف عافية، ونشوفكم إن شاء الله الحلقات الجاية إن شاء الله، وسلام عليكم.